بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 13 من سلسلة دروس شرح صغرى الصغرى للإمام السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به، وكنا قد انتهينا مما يجب للباري جل جلاله من صفات الجلال والجمال والكمال. وأركز هنا على قضية يغفل عنها كثير من الناس، ولا سيما الطائفة الحشوية. هم يعتقدون أن أهل السنة والجماعة الأشعرية يؤمنون فقط بهذه الصفات العشرين المذكورة، صفة الوجود مع صفات المعاني 7، وصفات المعنوية 7 أخرى صار 15، والصفات السلبية 5 فقط 20. خاصة القوم عندهم جهل فاضح في علم الأصول، فلا يفقهون شيئا من الكلام على طريقة الأصوليين. فإذا ما قال السنوسي في بعض كتبه ويجب على المكلف أن يعتقد أن لله 20 صفة، ليس معنى هذا أنه لا يعتقد سواها، لأن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له عند علماء الأصول. فإذا قال اعتقد 20، ليس معنى هذا أنه لا تعتقد سواها. هذا لو قال لك لله 99 اسما كما في الحديث، ليس معنى أن هذه فقط أسماء الله تعالى كما يتصور بعض العوام. لا، العدد لا مفهوم له. فنحن نعتقد بصفات الجلال والجمال والكمال. صفات الجلال اللي فيها عظمة، العظيم، الجبار. الجبار لها وجهان، إذا كان من الجبر فتكون صفة جمال، إذا كان من الشدة الجبروس فإيش صفة جلال. الجبار، المنتقم، صفات جلال. صفات الجمال مثل ماذا؟ اللطيف، الكريم، هذه صفات جمال، يعني فيها لطف على العبد. وصفات الكمال هي التي إذا ما حصل، إذا فقدت يكون فيها نقص لا يناسب الباري، كهذه الصفات التي ندرسها، السمع، البصر، هذه اسمها صفات كمال. هذه ليس فيها جلال ولا جمال، في ذاتها صفات كمال، لا يكون إلها بدونها. ومع هذا المقرر عند السادة الصوفية يقولون في كل جلال جمال، وفي كل جمال جلال، في كل جلال جمال، في كل جلال جمال. فالله تعالى هو الجليل وهو نفسه الجميل، سبحانه وتعالى هو الجليل وهو الجميل، فهو جليل في جماله وجميل في جلاله لأنه واحد. لذلك المحنة تتحول إلى منحة. لماذا؟ لأن من جمال الله تعالى، طبعا للمؤمن، فجلاله في هذه المحنة. يسمونه التعرف الجلالي كما يقول سيدنا عطاء السكندري، التعرف الجلالي، تتعرف على الله تعالى ايش في الرخاء، يعرفك في الشده. التعرف الجلالي جلال الله تعالى، في جلاله جمال، فهو سبحانه وتعالى لطيف بعباده جل جلاله. اذا نحن نذكر الصفات الاساسيه التي اذا مع اختل اعتقاد الانسان بها يكون من الضالين، يخرج عن الإسلام إذا اعتقد خلاف هذه الصفات المذكورة، لأن هذه صفات جامعة، صفات جامعة. إذا قلنا مثلا القدرة، هذه في القدرة القوي، لأن الله تعالى قوي. مثلا الجبروت يعود إلى القوة، هذه صفات جامعة، فافهم هذا فإنه يشكل على كثير من العوام ليس من العلماء. قال رضي الله عنه بعد أن انتهى من الصفات التي يجب على المكلف، يعني على أمهات الصفات التي يجب على المكلف أن يعتقدها، قالوا أما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات. لا شك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات، استحال عليه عقلا ونقلا كل ما ينافيها. يعني هذا من باب التأكيد، هذا التأكيد. إذا اعتقدت ثبوتها تعتقد
شيء طبيعي، الضدان لا يجتمعان والنقيضان لا يجتمعان. إذا اعتقدت أن الله تعالى مخالف لخلقه فيستحيل عليك أن تعتقد بإله يشابه خلقه. إذا اعتقدت بإله قادر يستحيل أن تعتقد بإله عاجز، لكن هذا باب التأكيد. قال إذا استحال عليه عقلا ونقلا كل ما ينافيها، فينافي الوجود العدم، وينافي القدم الحدوث، وينافي البقاء الفناء، وينافي المخالفة للحوادث، ينافي المخالفة للحوادث مماثلتها. أظن الكلام سهل جدا، وإذا في شيء صعب يعني أشير إليه أشرح. وينافي القيام بالنفس الافتقار إلى المحل والمخصص. نظريا تقريبا كل المسلمين يعتقدون بهذا اللي نقول، نظريا يعتقدون أن الله تعالى غني، أن الله تعالى يعني قيوم. فإذا ما أتيت إلى التطبيق تجد أنه يعتقد أن الله متحيز في سماء، كيف يكون غني وقيوم وهو بحاجة إلى سماء؟ أولا السماء تحويه جل جلاله، مستحيل هذا الكلام. وينافي القيام بالنفس الافتقار إلى المحل والمخصص. وينافي الوحدانية وجود التعدد في الذات والصفات والأفعال، وقد شرحنا هذا بتوسع. وينافي القدرة العامة العجز العام والخاص. وينافي الإرادة العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة. ولذلك مذاهب المبتدعة لا تخلو من خلل. قال شيخ مشايخنا علامة الدنيا الرجل الصالح الولي التقي النقي الإمام محمد زاهد الكوثري قال لا يخلو المبتدع من تهاتر. لابد للمبتدع أن يكون متهاترا، لابد أن يناقض نفسه أبدا. وأنا أشبهه بالإنسان الذي يمشي مخالفا لقواعد المرور، هو مشى من حيث الظاهر، مشى وقطع الإشارة ومشى، تمام ماشي وبسرعة شديدة، ويظهر للناظر أنه يمشي كما ترى كثيرا من المبتدعة يمشي في الدين وما شاء الله يصوم ويصلي ويقوم وحول جماعة واتباع وكذا، لكن ماشي بسرعة شديدة، لكن عكس التيار، ماشي عكس إشارة المرور، لابد أن يصطدم. الاصطدام هنا بالنصوص، يصطدم بالنصوص. فالمعتزلي حينما قال مثلا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، وعاب على الأشعرية يعني مخالفة هذا الاعتقاد. فالقصة المشهورة هذه حينما قال له سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، يعني يقصد أنكم يا أشعرية تقولون إن الله تعالى يصنع القبيح، يخلق القبيح، وهذه الفحشاء والله ينزه عنها. سبحان الذي تنزه عن الفحشة، فرد له ماذا؟ قال سبحان الذي لا يحصل في ملكه إلا ما يشاء، يعني يفهم عليه على الخط. سبحان الذي تنزه عن الفحشة، يعني أنتم تعتقدون أن الله تعالى يخلق النقائص، إذن هذه فحشاء وهو يتنزه عنها. فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشة، فقال سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فقال أيرضى ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ لاحظ. فحينما تريد تنزيه الباري، والحقيقة المعتزلة كل أعمالهم في تنزيه الباري حقيقة، كل والوهابية كل ما يعتقدون هو إيش؟ تنزيه الباري. يعتقدون أن هذه يسمون توحيد إيش الأسماء والصفات، فيعتقدون في الأشياء كل ما لفظ على ظاهري يريد تنزيه، ويفر من ما يسميه التعطيل، هو يفر منه خائف جدا جدا، لكن يقع في مصائب. المعتزلي أراد أن ينزه الله تعالى عن الفحشاء، فأوقعه في العجز أنه يخلق في ملكه، أن يحصل في ملكه ما لا يشاء. حصل إرادة أخرى غير إرادة الباري جل جلاله، والنصوص تقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. النصوص تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعتزلي يقول لا، في حول وقوة مع الله. فهمت؟ المجسم يقول أنا أريد أثبت يا أخي إثبات ما أثبت الله لنفسه، وأثبت لله تعالى نفسه مثلا، قال إيش السماء هذه مثلا، أن الله في السماء. طب مشكلة المعتزلة أنه أخذ نصا واحدا، ما أخذ باقي النصوص التي لا تدل على السماء، فوقع في مشكلة.
في مشاكل ليس في مشكلة، في مشابهة الحوادث، في التحيز في المكان، في الافتقار إلى المحل، في الافتقار المخصص، ففر من مصيبة إلى مصائب، فكان كمن فر من الرمضاء إلى النار. لذلك انتشر هذا المذهب، مذهب الأشعرية. كثير من الناس يقول لماذا انتشر مذهب الأشعرية؟ في واحد اسمه أحمد أمين عنده تحليلات وفلسفات عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من سلطان، وهو رجل يعني نصف مسلم، نصف مسلم، له كتاب فجر الإسلام وضوح الإسلام إلى آخره، وظهر الإسلام، هيك هيك شيء. فالرجل أحيانا تقول هذا إنسان يدافع عن الدين بكذا، وأحيانا تجد رجلا مارقا فاسقا خارج القصة كلها. قرأت مذكرات له كتاب اسمه حياتي، أقرأه وشوفه كيف الرجل كان يفكر. فهذا الرجل يعفز تخبيص أشكال الألوان، ما بنتكلم عنه، ما لوث مجلس العلم بهذا. فهذا الرجل قال كيف الأشعري انتشر؟ وأكيد سمع أنه رجل في صلاح الدين الأيوبي، في هذا الشخص صلاح الدين الأيوبي أشعري، فأكيد هو اللي فرض مذهب الأشعرية. ما دام صلاح الدين، وصلاح الدين ناس محبوب وحوله قوة وسلطان، إذا معناته وسمع كمان أنه صلاح الدين أمر المؤذنين أن يذكروا الناس بالقصيدة الصلاحية قبل صلاة الجمعة، تمام؟ إذا المعنى هو الذي نشر. يا بني، طبعا هو أكبر مني بكثير، مات قبل 50 سنة، ما 40 سنة مثلا. يا بني، الكلام اللي من يقول بهذا الفكر الساذج، يعني صلاح الدين توفي سنة 589، 589، ومذهب الأشعرية انتشر قبل 200 سنة من هذه القصة. فالعب بعيدا عن هذا الموضوع، لأنه الغزالي توفي 505، وكان مذهب الأشعري منتهي. المدرسة النظامية في بغداد، وفي نيسابور قبل بغداد، وفي كل فروعها كانت كلها على مذهب الأشعرية. وكان ذلك قبل أن يولد صلاح الدين، وقبل أن يولد نور الدين اللي هو شيخ صلاح الدين. فإذا يعني بعدين كم شخص قطع رأسه صلاح الدين من أجل نشر هذا المذهب؟ لا، هذه النصوص انتشرت لأنها على الحق المبين. هذه المدرسة لأنها توافق بين العقل والنقل. هذه المدرسة انتشرت لأنها توافق بين النصوص، لا تجعل النصوص تتعارض. إذن الله، وينافي العلم العام الجهل، وما في معناه بشيء من المعلومات، ولذلك كفرنا الفلاسفة الذين يقولون بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات. وينافي السمع العام لجميع الموجودات، وينافي السمع العام لجميع الموجودات الصمم، الإله لا يكون أصم والعياذ بالله، وهو غيبة شيء من الموجودات عن سمعه تعالى. وينافي البصر العام العمى، وهو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى. وينافي الكلام البكم، وهو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا، وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا أو أصواتا أو متصفا بشيء من لوازمها. كل هذا إيش؟ محال، لما شرحنا في الدرس السابق. وينافي الحياة الموت. وإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات السابقة، وهي إدراك المطعومات، وإدراك المذوقات، وإدراك المشمومات، وإدراك الملموسات بإدراكات زائدة على السمع والبصر والعلم، فتكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمها عادة لأجل الخلاف في إثبات هذه الإدراكات، والذي اختاره بعض المحققين الوقف فيها. وسكتنا أيضا عن الصفات المعنوية. دعنا الآن، هل له إدراك أو لا؟ خلف وعند قوم صح فيه الوقف. عند قوم صح فيه الوقف، منهم الشيخ السنوسي، ونحن نتبنى هذا المذهب أن الله تعالى نتوقف عن هذا. ما قصدهم بالإدراك؟ هل هناك الله صفة اسمها الإدراك؟ يعني السمع لما يسمع، البصر لما يبصر. طيب هناك في أشياء صفات، مثلا في مثلا الروائح، الروائح هذه مشمومات، الملموسات خشن او ما او ناعم الى اخره. فهل لله تعالى صفه زائده عن هذا تسمى صفه الادراك، او انها تابعه لباقي الصفات السمع والبصر والعلم الى اخره؟ ففريقان، فريق يقول باثباتها وفريق يقول بعدم اثباتها.
للخلاف الذي وقع بين أهل السنة أنفسهم نحن نقول بالوقف، لأن هذا من علم الغيب، وهذا مجاله السمع وليس العقل. لذلك إن جاءنا شيء من الشارع المعصوم نقول به، وإلا فلا، فنقول نقف عند هذا. لكن نعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء، نقطع بأن الله يعلم كل شيء، وأنه لا يوجد شيء في كونه إلا تعالى إلا تحت سمعه وبصره وعلمه. لا يعزب عن ربك بمثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نقطع به. لكن كيف يكون هذا التفصيل؟ وهل هناك صفة اسمها إدراك؟ الأفضل أن نقف، لأن هذا مجال خطر وليس للعقل أن يدخل فيه، لأنه ليس من مجاله. مجال العقل هو الإيمان الكلي، حتى لا يأتيني جاهل ويقول انظر أنتم تخالفون العقل. مشكلة، احنا مع جبهات مفتوحة على طول. في ناس يقول لك أنتم تخالفون العقل كالملاحدة ونحوهم، وفي ناس آخرون إذا قلنا بالعقل يقول أنتم إيش تخالفون الشرع. فنحن لا نفعل هذا ولا نفعل هذا، لا نخالف العقل، لأن العقل يكفي منه في هذا المجال الإيمان الكلي وليس التفصيلي. كيف يحصل هذا من الله تعالى؟ هذا مختصاصي. أما يحصل، نعم، يدرك الله جل، يعلم الله جل جلاله هذا خشن وهذا ناعم، وكل ما يجري في الكون يعلمه. كيف يكون هذا وبأي صفة من صفات الله؟ هذا ليس من اختصاصي، إنما من اختصاصي ما اختصاص العقل هو الإيمان الإجمالي في هذه القضايا، لأنها ليست تحت دائرته، هذه تحت دائرة السمع. وإحنا قلنا عقولنا منظمة، في عندي ثلاثة مدارك لمعرفة الأمور. ما هي؟ وهي أسباب العلم التي ذكرها الإمام النسفي في أوائل عقيدته. ما هي؟ العقل والحواس والخبر الصادق. العقل والحواس السليمة والخبر الصادق. فهذا الشيء الذي هو كيف يحصل لله سبحانه وتعالى معرفة هذه، علم هذه الأشياء، هو حاصل لله قطعا، حاصل أزلا. هل هو بصفة السمع؟ هل هو بصفة البصر؟ هل هو بصفة العلم؟ أنا أعلم قطعا، هذا إجمالي، عقل قطع به. أما التفصيل فهذا من دائرة السمعيات التي لا بد لها من الخبر الصادق، ولم يجد فنسكت، نقف. وسكتنا أيضا في عن الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا إلى آخره، إما لأنها لازمة لصفات المعاني عند من أثبت الأحوال، وإما لأنها عبارة عن وجودها، وبالله تعالى التوفيق. الصفات المعنوية يعني الحقيقة جيد، أحسن، رضي الله عن الشيخ وجزاه الله خير أن أراحنا منها. كثير من الناس لا يفهمونها، وهي ليست مشكلة سهلة. إنه إيش يعني صفات معنوية؟ صفات معنوية أن الله تعالى عليم، لكن عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر. المعتزلة يقولون ماذا؟ يقول عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. الحقيقة فذلك عجيبة غريبة، رد عليه العلماء في الزمان الماضي، لأنه لا يوجد عليم إلا بعلم، ولا يوجد بصير إلا ببصر. فالشيخ يقول أضربنا عن هذا، الشيخ اكتفى بالصفة بصفات المعاني التي هي ماذا؟ صفة قدرة، إرادة، إلى آخره، حياة. معنوية يعني القدير، القدرة يعني الله تعالى قدير بقدرة، عليم يعني عليم بعلم، سميع بسمع. فالمعتزلة أثبتوا المعنوية ولم يثبتوا المعاني، فقال الله تعالى عليم، سميع، بصير، قدير. فالشيخ يقول أضربنا عن هذا، قال لأنها لازمة لصفات المعاني عند من أثبت الأحوال. الأحوال ما هي الأحوال؟ وأيضا من فلسفات المعتزلة العجيبة الغريبة، وتنسب إلى أبي هاشم، فيقال أحوال أبي هاشم. يعني يقول صفة ليست موجودة وليست معدومة ويتصف بها موجود. إيش هذا الكلام الغريب العجيب؟ صفة ليست موجودة
وليس معدومة ويتصف بها الموجود. هذا أبو هاشم الجبائي هو صاحبها. فيضربون المثل على المستحيلات، يعني أحوال أبي هاشم، أحوال أبي هاشم. إذن ليست موجودة وليست معدومة ويتصف بها موجود، يعني هذه حاجة غريبة عجيبة، وأيضا يعني شطحة من شطحات المعتزلة، وهم بعضهم يثبتها وبعضهم لا يثبتها. فالذي يثبتها، يثبت هذه الأحوال، يقول هذه صفات المعنوية لازمة للصفات، صفات المعاني لازمة للمعنوية. يقول سكتنا عن الصفات المعنوية وكونه قادرا ومريدا عالما حيا سميعا باصرا لأنها لازمة لصفات المعاني. يعني ما دام في عالم، ما دام في علم إذن هو عالم، ما دام في قدرة فهو قدر، وهكذا. وإما لأنها عبارة عن وجود. على كل حال هذا المبحث يعني لا يقدم ولا يؤخر كثيرا، وقد أحسن الشيخ في حفظه. نعم، هل من سؤال فيما قلنا؟ كله واضح؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.